طبعا عشان نقدر نحكي عن باقي اختبارات الاسمنت، خاصة الاختبارات لما تكون عجينة الاسمنت متميهة يعني سمنت بيس، بدنا نحكي عن مفهوم جديد ومهم اللي هو الووتر سمنت ريشيو. طب ما هو المقصود بالووتر سمنت ريشيو؟ المقصود بتعريف الووتر سمنت ريشيو، the ratio النسبة of the weight of water to the weight of cement used in a concrete mix. إذن هو عبارة عن نسبة وزن الماء لوزن الإسمنت في خلطة خرسانية. بنرمز له أو بنختصر هذا المفهوم بالرمز W، بنحط هاي العلامة القسمة C ونكتب ratio. هذا الاختصار اللي حنعتمده طول الفصل، WC ratio، water cement ratio، وتساوي بالرموز أو كحسبة رياضية، هو عبارة عن الويت of water ضرب عفوا على الويت اوف سمنت ضرب النسبة المئوية 100%، فاحنا هنعبر عنها كنسبة مئوية، كبرسنتج، كنسبة مئوية. طيب اذا هذا كمفهوم الووتر سمنت ريشيو. هنلاحظ قدام شوي انه الووتر سمنت ريشيو اللي بنحتاجها عشان يصير complete hydration for cement, all cement particles، عشان يصير عندي تفاعل تماهي لكل حبيبات الاسمنت، قيمة الووتر سمنت ريشيو تتراوح من 26% ل 33%. فهاي نسبة الووتر سمنت ريشيو اللي أنا بحتاجها عشان يصير عندي تفاعل تماهي لكل حبيبات الاسمنت، عشان يصير عندي تفاعل تماهي لكل حبيبات الاسمنت. طيب احنا ليش بنحتاج المي بخلطة الخرسانة؟ اول اشي الووتر نيدد، بحتاج المي لعدة اسباب. السبب الاول اللي حنحتاج فيه المي اللي هو عشان يصير عندنا تفاعل الهايدريشن، تفاعل التميه for hydration reaction، لتفاعل التميه عشان يصير عندي الكالسيوم سيليكيت هايدريت يتحول C3S وC2S بوجود الماء لكالسيوم سيليكيت هيدريت، يعطيني المين جلو أو المادة الصمغية الأساسية بمركب الإسمنت. فأنا هذا أول إشي بحتاج فيه الماء. كمان شوي حنلاحظ إنه إحنا بنحتاج الماء عشان يسهل عملية التعامل مع الخرسانة، بمعنى كل ما كانت الخرسانة فلويد أكثر، منسابة أكثر، مائعة أكثر، سهل علي إني أصب هاي الخرسانة بخشب الطوبار، وسهل علي إني أعملها عملية كومباكشن رص، سهل علي إنه صار الموضوع أعمل لها تشكيل، صار إنه كمان أعملها تسوية للأسطح، أعمل الأسطح أفقية تماماً أو عمودية تماماً. المقصود بمفهوم سهولة التعامل مع الخرسانة من حيث عملية الصب، من حيث عملية الرص، من حيث عملية تسوية الأسطح، هذا مفهوم بنسميه الوركابيليتي. فإحنا بنحتاج المي برضو عشان الوركابيليتي، والوركابيليتي بالعربي بنترجمها المشغولية. والمقصود بالمشغولية طبعا عندنا تشابتر كامل بالدوسية عن الوركابيليتي، هو ease with which concrete can be mixed, compacted, transported, placed and finished. إذا سهولة التعامل مع الخرسانة من حيث عملية الميكسينج، الخلط، الكومباكشن، الرص، الترانسبورتيشن، النقل، والبليسمنت، الوضع، والفينيشنج اللي هو عملية تسوية الأسطح، وعم أن نعملها أفقية أو نعملها عمودية بحيث أنها تكون الأسطح مصبولة. فإذا بنحتاج الماء برضو، غير كمان تفاعل الهايدريشن رياكشن، أول شيء الحاجة الأساسية أنه أنا يصير عندي تفاعل تميه عشان أحصل على المين جلو.
الحاجة الثانية لوجود الماء إنه كل ما المي اللي كانت عندي أكثر، كانت عجينة الإسمنت منسابة أكثر، فلويد أكثر، مائعة أكثر، سهل صار معي موضوع التعامل مع الخرسانة من حيث الصب والتسوية والرص. فإذا تعريف الوركابيليتي، في تعريف كثير وفي عنا تشابتر كامل. الوركابيليتي is with which، هي مدى سهولة التعامل مع الخرسانة. concrete can be mixed، بقدر أخلطها، كل ما كانت فلويد أكثر أو مائعة أكثر أو نسبة الماء فيها أكثر، كل ما كان سهل الخلط، الكومباكتد سهل عملية الرص، ترانسبورتد سهل عملية إني أنقلها، placed اني اوضحها بالقوالب، and finished اني اعملها تسوية لأسطحها واعملها اللي هو الفينيشينج للكونكريت. فاذا الغرض الثاني لوجود الماء بالخلطة الخرسانية اللي هو انا احصل على مشغولية عالية. طبعا كمان عندي شغلة لازم احسب حسابها، انه انا الكونكريت هي سمنت ووتر واجريجيت، ممكن يكون حالة الركام الموجودة عندي جاف، وهذا الركام ممكن يمتص ماء، فمرات بضيف مي زيادة على الخلطة الخرسانية عشان أحسب حساب الأبسوربشن لحبيبات الركام أو الأجريجيت الموجودة عندي بالخرسانة. Absorption of aggregate، مرات إذا كانت الأجريجيت دراي جافة أو إشي بنسميه Saturated Surface Dry SSD، نجيب التفصيل إن شاء الله. كانت عندي الأجريجيت بحالة الجفاف، فإنه هاي الأجريجيت رح يصير لها امتصاص، هتمتص مي من اللي أنا ضايفها للخلطة. هاي المي اللي أنا ضايفها فقط لهدفين، هدف إني أنا أحصل الهايدريشن رياكشن، وهدف إنه تكون عندي مشغوليتها كافية، فحيصير في عندي أنا فقدان من هاي المي نتيجة امتصاص حبيبات الركام. حبيبات الركام إذا كانت جافة هتمتص لحد ما تصل حالة الإشباع اللي هي SSD Saturated Surface Dry، وبرضو في عندي جزء من الماء حين فقط نتيجة الامتصاص الأجريجيت. فإذا كانت عندي الأجريجيت قبل أضيفها للكونكريت أنا عارف إنها دراي، لازم أزيد كمية مياه الخلط بحيث أحسب حساب إنه في جزء من الماء المضاف للسمنت وأنا حاسب حسابه فقط للهايدريشن وللوركابيليتي حتمتص منه الأجريجيت، فبزود كمية الماء أكثر. برضو في عندي جزء من الماء حيصير لولوس اللي هو من حالة الإيفابوريشن، اللي هو من حالة التبخر، حفقد جزء من الماء. فإذا الماء عندي بضيفها للإسمنت لهدفين، الهدف الأساسي الهايدريشن رياكشن، إنه كل C3S، كل جزيئات C3S وC2S يصير لها تفاعل تميه وتعطيني كالسيوم سيليكيت هايدريت. الغرض الثاني اللي هو أحصل خرسانة يسهل التعامل معها من حيث صبها، من حيث خلطها، من حيث تسوية أسطحها، من حيث رصها. في عندي حالتين حفقد فيهم الماء، حالة الأجريجيت لما تكون عندي جافة حيصير امتصاص للماء المضاف إلى الخلطة عشان الأجريجيت بدها توصل لحالة الـ SSD، تصل لحالة الإشباع. والجزء اللي كمان حفقده من خلال الإيفابوريشن حسب البيئة اللي أنا قاعد أصب فيها الخرسانة. تمام. طيب إحنا عرفنا أنه الغرض من إضافة الماء للخرسانة وين ممكن يكون عندي مفقود بالخرسانة. طيب تمام، احنا حكينا انه الووتر سمنت ريشيو هي عبارة عن الويت اوف ووتر على الويت اوف سمنت ضرب 100%. طيب هسه بدنا نفهم علاقة الووتر سمنت ريشيو مع شغلتين، مع السترينث مقاومة الإسمنت أو الخرسانة، ومع الوركابيليتي المشغولية. طيب إحنا اتفقنا إنه السترينث للكونكريت أو السترينث للسمنت بيس جاية من الإسمنت نفسه. لاحظوا إني أنا كل ما أزيد الووتر سمنت ريشيو، كل ما أزيد الووتر سمنت ريشيو فإنه حيصير عندي نسبة الووتر حيزداد بالنسبة للإسمنت، كمية الماء صارت كثيرة بالنسبة للإسمنت. المسؤول عن تطور الاسترينث هو الإسمنت،
فبالتالي كل ما أزيد الووتر سمنت ريشيو حتقل عندي نسبة السمنت للماء، فبالتالي حتقل عندي السترينج. إذا أعيد، المسؤول عن المركبات الصمغية اللي بتعطيني السترينج اللي هو CSH جل اللي جاي من C3S و C2S مع الماء، تفاعلهم مع الماء. فإذا أنا زدت محتوى الماء بالمقابل المحتوى الإسمنتي ظل نفسه، فمعناته كمية الإسمنت الموجودة في الخلطة عندي هاي قليلة، كمية الإسمنت الموجودة عندي في هاي الخلطة قليلة، معناته مقاومة هاي الخلطة قليلة. فإذا كل ما زدت الووتر سمنت ريشيو الاسترينث عندي حتقل، فعندي علاقة عكسية بين الووتر سمنت ريشيو والاسترينث. بالمقابل كل ما زدنا الووتر سمنت ريشيو احنا قاعدين نزيد الووتر، فبالتالي قاعدة عجينة الاسمنت اللي عندي انا حصلتها صارت فلوبل اكثر، مائعة اكثر، منسابة اكثر، فمعناته الوركابيليتي قاعدة عندي تزداد. فاذا لما ازيد الووتر سمنت ريشيو الوركابيليتي راح تزداد عنا. فاذا اللي بدنا نعرفه الووتر سمنت ريشيو كل ما زدتها قلت السترينث وزادت الوركابيليتي. هاي لازم نكون فاهمين هالعلاقة وحافظينها. كل ما زدنا الووتر سمنت ريشيو السترينث قلت، لأن صارت المي عندي كثير بالنسبة مقارنة بالإسمنت. بالمقابل صارت منسابة أكثر، مائعة أكثر، فهذا حيسهل علي الشغل والتعامل مع الخرسانة أو عجينة الإسمنت، إذا كنت بشتغل مع عجينة إسمنت مش بس مع خرسانة، فبالتالي حتكون وركبل أكثر. الجهد والطاقة اللي أنا حبذلهم عشان أتعامل مع هاي العجينة حيكون أقل، فهي مشغوليتها أكثر.